معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور أحسان الشمري، مدير مركز التفكير السياسي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور أحسان، إلى أي درجة يعني هناك إصرار حكومي في التعامل مع لغة المندسين والتخوين في التظاهرات التي خرجت ربما في يومها التاسع على التوالي في مدن العراق لا سيما الجنوبية؟ شكرا على الاستضافة. يعني قد يأتي هذا الخطاب كجزء من رسائل التحذير وأيضا الحماية بالنسبة للمتظاهرين، خصوصا وأن طبيعة الأخبار التي وصلت يعني عن وجود بعض من يحمل السلاح يعني بكل أنواعه يعني يمثل خطرا على المتظاهرين أنفسهم، وأيضا يمثل خطرا على الأمن الوطني، وأيضا خطر على المؤسسات الحكومية بشكل كامل. لذلك الحكومة تحاول أن تمضي باتجاه عزل هذه الفئات الصغيرة، يعني حسب البيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبالتالي الاستمرار بدعم المطالب المشروعة والتفاعل معها بالشكل الذي يلبي طموحات المتظاهرين. يعني أنا أمضي بأن طبيعة الخروقات التي حدثت يعني على ما لاحظنا يعني من اختراق لمؤسسات الدولة وأيضا مطار النجف وأيضا احراق بعض المقرات المنازل، هذا لا يمثل طبيعة المشروعية لهذه التظاهرات بقدر أن هناك مدنسين، ولذلك الحكومة تحذر من هذه الفئات الصغيرة لأنها ستعمل على توظيف هذه التظاهرات لتصفية حسابات لأجندات سياسية أو حتى تكون عصابات جريمة منظمة. دكتور، لا زال البعض الحكومة تهدف إلى حماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة. لا زال البعض يذهب إلى أن هذه التظاهرات التي خرجت في العراق تسيرها أدوات سياسية لأغراض سياسية وليست يعني عبارة عن حركة احتجاجية تتعلق بمطالب مشروعة. إلى أي درجة تميل كمحلل إلى مثل هذه الطروحات؟ التظاهرات بدت عفوية وطبيعة المطالب مشروعة، خصوصا إذا ما نظرنا إلى تراكم سوء الإدارة على مستوى الحكومات المحلية، مجالس المحافظات وحتى الحكومات الاتحادية السابقة تتحمل جزء من طبيعة التردي وسوء الخدمات. لكن فيما يبدو أن عملية الاختراق لهذه التظاهرات يعني بدت يعني مساحة جيدة لبعض القوى السياسية، وبالتالي بدأت تستخدم هذه التظاهرات لفرض واقع سياسي جديد. يعني ما هي لحظة التحول دكتور؟ ما هي لحظة التحول لكي تتحول من عفوية إلى تظاهرات تستخدم كأدوات ضغط سياسية؟ يعني هي بدأت باقتحام مطار النجف، بدأت بالهجوم على بعض المقار الحزبية احتجاجا على يعني النفوذ السياسي على هذه المحافظات وسرقة مقدراتها كما يقول المتظاهرون. ما هي نقطة التحول برأيك التي دلت على أن المظاهرات تحولت من عفويتها إلى تسييسها؟ يعني طبيعة الوصول إلى مثل ما أشرت دكتور زيد إلى مطار النجف، إلى بعض المنشآت النفطية تخريبها، وأيضا مقرات الأحزاب بغض النظر، يعني أنا قد أكون أيضا جزء من حالة التأشير لإخفاق لهذه الأحزاب أو مجمل الأحزاب التي أمسكت بالسلطة ما بعد عام 2003. لكن حينما نتحدث عن نظام ديمقراطي وتظاهر حضاري لا يمكن أن تعد مثل هكذا ممارسات، يعني قد تكون عفوية بقدر ما تكون ممنهجة من قبل قوى سياسية. لذلك عملية الاستهداف لبعض الشخوص وأيضا بعض المقرات يعني يمثل بما لا يقبل الشك هي نقطة التحول نحو توظيف هذه التظاهرات يعني دواعي سياسية. أخيرا دكتور، المقاربة الأمنية في معالجة الحكومة العراقية لقضية التظاهرات لا زالت هي الأعلى صوتا، بمعنى هناك اعتقالات، هناك
جملة من الضحايا والجرحى في صفوف المحتجين، تغيير في القيادات الأمنية في بعض المحافظات التي تشهد احتجاجات، لا توجد هناك من وجهة نظر المحتجين لا توجد هناك مقاربات حقيقية للتعامل مع مطالبهم، كيف يمكن أن نفسر ذلك أيضا؟ لا، أنا أمضي عن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي على الرغم من يعني الفترة القصيرة أو المتبقية من عمر الحكومة، نعم لا تمثل أو تلبي كل طموحات المتظاهرين، لكن بكل الأحوال يعني يبدو بأنها استجابة سريعة، وهذا يعطي رسائل ثقة، خصوصا إذا ما نظرنا بأن تنسيقيات البصرة أعلنت تعليق التظاهرات إلى أشعار آخر، يعني بالتزامن مع اعتراف هذه التنسيقيات بوجود مخترقين. قضية المندسين، يعني الحكومة يعني من واجباتها والقوات الأمنية من واجباتها هو الحفاظ على الأمن العام، وفيما يبدو بأن وجود بعض يعني المندسين في هذه التظاهرات ولا استخدم هذه التظاهرات من أجل تصفية الحسابات، بكل الأحوال على القوات الأمنية أن تعمل على عزلهم وبالتالي إلقاء القبض عليهم. يعني طبيعة الأعداد بالنسبة للجرحى للقوات الأمنية هو يتساوى مع الجرحى من المتظاهرين، وهذا يدلل بأن هناك من يحاول أن يتجاوز على القوات الأمنية، وهذا أصلا أمر مرفوض من قبل المتظاهرين أصحاب المطالب المشروعة. الدكتور أحسان الشمري مدير مركز التفكير السياسي، كنت معنا مباشرة من بغداد، أشكرك جزيل الشكر.